يعني بفترة الانفصال عن خطيبتي. أنا وإيلا يوكسال غلطنا وعشنا علاقة قصيرة سوا. كل تركيا تعود الأيام للجلسة الرابعة لدعوة إيلا يوكسال. قام إلكر إلغاز الذي كانت تتم محاكمته دون اعتقال بزيارة صادمة للمشفى قلبت الموازين رأساً على عقب. وقام رجل الأعمال الشهير برفقة محاميه بتقديم إفادته لمدة 4 ساعات. عندك شي شال حلو اقدر غطي فيه هذا المنظر؟ ما بتضحك. أنا آسف. شلون رح تفهمني؟ عملت مثل اللي حابب يموت بالوقت اللي تجاوزنا فيه مرحلة كبيرة. خربت كل شي. احكي، شو أخذك لعند هديك البنت؟ أعطيني سبب منطقي واحد يخليك تعمل اللي عملته. إيه أمي، رحت لعندها، رحت لعندها. الله يعني لأني رحت منيح هيك؟ لا عني أصلاً، شو في هالحالة؟ إذا حكيته بالسيرة 1000 مرة ما رح يتغير شيء. هي ما أنا متذكرة شيء، مو متذكرة بنوب. يا ريتها بتتذكر، لأنه أنت ما عملت إلا شيء. كانت أكبر حجة بدفاعنا بالقضية إنه البنت مهووسة بالحب ومختلة عقلياً. هلا أنا شو بدي أقول للمحكمة؟ موكلي اللطيف راح لعند المجنونة إلا حمد لله على السلامة؟ حاسة الكر حابب يروح على الموت. ما في داعي تكوني راقي بأسلوبك. قولي انتحار، محاولة اغتيال، اغتيال للسمعة. الزلمة انتحاري بمعنى الكلمة. ما بعرف كيف بدنا نستجمع اللي صار بشكل قانوني. ايش نقول هالكلب؟ بس هون ما عنا حكم اعدام. ممكن نركز على الحل اكثر؟ تفضلي بانو خانو. انا بصفتي محامية القضية عم قول ما عنا حل قانوني، بس معلش تفضلي تحفينا بحلولك. انا اللي بدي اقوله، منجرب حظنا بالرأي العام. الرأي العام؟ حبيت. منعمل مؤتمر صحفي هلأ فوراً، ووقتها منعترف بعلاقتهم. خلينا نعتبرها حملة إعلانية مميزة. رح نكتب نص الخطاب كلمة كلمة وسطر سطر عن طريق ناس احترافيين بهذا المجال. انت بس عليك انك تحفظ قعدتك وقومتك، ايديك، نظراتك، وكمان طريقة وقفتك. كل هذا رح تدربك عليه خبيرة بلغة الجسد. إمتى رح تشرب شفة مي وإمتى رح تاخد نفس عميق؟ رح نخطط حتى لوقت رفت عينك. العنوان هو الود. رح تكون عفوي وحقيقي. أنت مو طالع تبرر، أنت طالع تشكي همك وتحكي اللي بقلبك. يلا بسرعة يا صبايا، كل شي غالي وفخم وبدل على الغنى شيلوه من هون فورا، وهي كمان لو سمحتي. يلا يلا بسرعة حبيبتي بسرعة. ما بعرف بانو، المكان مانو مناسب. لساته مبين فخم مو؟ الحديقة على الأغلب أحسن. بانو، بدنا كل شي يبين طبيعي هيك. بحط تليفونه قدامه وكأنه عم يحكي مع العالم من حسابه على السوشيال ميديا مثل كل العالم.
بس الفرق الوحيد إنه رح ينبس على التلفزيون بشكل مباشر. خليه يكون في هالفرق الكبير هلأ. صحفيين سريعين كتير يا عمري، شو بدنا نعمل؟ لا انتبهوا، ما بدنا نصور القصر. ها لازم انه ما نبالغ، يعني كل العالم بيعرفوا انتوا وين عايشين. ايه حتى ولو، ما رح نتباهى قدامهم، ما رح نأوفر بنوب، ما بدنا هالحركات. اليوم كل شي رح يصير رح يبين طبيعي، مثل البوتوكس تبعك، عفو طبيعي. يلا الخلفية، الخلفية عند المضيق، قدام هوا البحر، شم الهوا ببلاش. الأبيض مناسب لكل وقت، طبيعي لو سمحتوا طبيعي، ما بدنا نقرب على شعره كتير. ما نك الشاب المثالي اليوم. مين هو إلكر إلغاز؟ اليوم رح تكون ابن الجيران، مشاغب، حرك كتير، وبنفس الوقت ولد محبوب. انت ندمان والندم أكلك من جوا. صدقني حلو الشخص اللي بيعترف بغلطه، بس الأحلى بكتير الرجال الندمان وعيونه عم تبكي، الزلم الذكي اللي بيعرف يتصرف. هلأ أعطيهم الشي اللي بدهم إياه منك، كون الزلم اللي حابين يشوفه، الرجل البريء. كنت عم تقلي بلا ما نجي هالشي اللي عم يصير، ريم بحاجة لإله كتير، ما؟ مرحبا جميعاً. أول شي مثل ما بتعرفوا بآخر فترة ما كنت نشيط زيادة على السوشيال ميديا. بلا عريقك. بعتقد هلأ صار الوقت المناسب لحتى أحكي الشي اللي جواتي. تقتق. أنا بعرف إني غلطت كتير، وندمان. بعد تصريح اليوم محاميتي رح تتضايق مني كتير، بس أنا فعلاً غلطت كتير. أنا وإلا يكسال كنا مرتبطين. شو قال؟ شو قال؟ وأنا كرمال أحمي مرتي وعائلتي كمان، وكرمال ما أجرح إلا، وتحديداً هي الفترة استخدمت حقي بالصمت. تيمور أطفي التلفزيون. ما معي الجهاز مع بنتك. لهيك حتى لو أنا اتهمت ظلم، فأنا مجبور أني أحمي كبرياء إلا. بس يلي شفته انه سكوتي عم يأذي الناس يلي بحبهم. ما رح طول عليكم، انا انفصلت عن زوجتي فترة قصيرة بمرحلة الخطوبة، وبهي الفترة يعني بفترة الانفصال عن خطيبتي، انا وإيلا يكسال غلطنا وعشنا علاقة قصيرة سوا. قصيرة؟ علاقة قصيرة وغلط. أنت اللي وصلتينا لهون. عجبك اللي قاله؟ عاش مع بنتك علاقة خليت كل العالم تحكي عن بنتي وسمعتها، وهو طلع بريء. عجبك المستقبل لبنتنا؟ خلصنا بقى. لا ما خلصنا بصراحة. أنا مو حابب طول عليكم، لأنه الصبية المسكينة عم تعيش مرحلة صعبة، ومو حابب اجرحها أكثر من هيك. ما عندي أي عذر، أنا ما بدي دافع عن حالي وقول أي رجال بيعمل نفس الشي. حيوان تيمور، على القليلة قدام البنت شو صار لك؟ بهار الزلمة عم يحكي قدام 83 مليون بني آدم ومانو هامه. هذا الواطي عمل عملته، وليكي شو عم يقول، أنا شو بدي أعمل؟
أنا ندمان، وحتى لو تراجعت عن غلطي خلال فترة قصيرة ومن البداية، بس ما كان رح يصير هذا الشيء من الأساس، وما اجتمعنا أكثر من ليلة ولا حتى ليلة واحدة. والله شيء بيرفع الراس، عن جد بهنيكي، بهنيكي على المكان اللي حطيتي بنتك فيه. مبروك مبروك، انبسطي بحكيهم. تفضلي. وأنا مثل كل رجال بيخاف من خسارة البنت اللي بيحبها، ولهيك ضعفت ورجعت لها. ولو ما مسكوني بالمشفى هداك اليوم، ما كنت هلأ رح امتلك الشجاعة لأعترف قدام الكل بهذا الحكي. هداك اليوم ما رحت على المشفى لأحكي مع إلا يوكسال، رحت مشان اترجاها. ترجيتها لحتى تقلي ليش عم تتهمني إما لهي الدرجة وبهي الطريقة. بالوقت اللي القضية قائمة ما بقدر صرح أكثر من هيك. ضايقت محاميتي بما فيه الكفاية بسبب هذا التصريح يلي انجبرت صرحه. إلا يوكسال، أنا بعتذر منك كثير، وأنا بعتذر من عائلتي، والأهم من كل هاد بعتذر من مرتي، وبتمنى أنكم تسامحوني. مانك مضطرة تتحملي هاللعبة التافهة أكثر من هيك. صار دوري بابا. شوف على هالحالة يا الله، من الصبح ما عم بقدر افتح تليفوني من خوفي. كل الوقت قرايبيننا عم يتصلوا، لك نحن كيف بدنا نطلع بين العالم؟ أكيد مو مجبورين نضل بالبيت. بالله شو؟ إذا في حدا لازم يتضايق فهو أنا مو أنتي. هي بنتي اللي عم تدمر حياتها قدام عيوني. إذا عم بينحرق قلبي عليها مرة، عم بينحرق عليك ألف مرة يا ابني. لسه شي رقية قالت ومدري مين حكى، ما عاد إلي عين أطلع بين العالم من ورا حكيكن. لسه بدي بلش برقية وفيكن، خلصنا بقى حسوا فيني. نحنا ما عم نلومك لإلك يا عمري، نحنا عم نلوم مرتك اللي شايفة حالة ومفكرة حالة فهيمة. كل هاد صار من وراها. آه الله يحمل معك وصبرك ويعطيك القوة. طبعاً إذا بدها تخلي ابن العالم والناس ينحبس بيوم عرسه، فوالله أقل شي ممكن يعملوه إنه يشوهوا سمعة بنتها بهالطريقة. ممكن توطوا صوتكم شوي يا جماعة لأنه رح يفيق الصبي. هذا المهم مو هيك؟ ما بتقول هالصبي إذا رح يقدر يروح على المدرسة بكرة أو بعده ولا لا، ولا بتقول إذا رح نقدر نتطلع بعيون قرايبيننا ومعارفنا ولا لا. أنا مو فارق معي حدا، يلي ما بده يوقف جنبنا بأوقاتنا الصعبة وما بيدافع عنا بظهرنا أنا ما لازم يهمني نهائياً. إيه لكن أنت كتير سهل عليكي، ما بيهمك حدا. لا تواخذيني يا خانم، بس نحنا مانا مقطوعين من شجرة مثل حضرتك. لك أمي؟ شوفي، ما عندها لا أب ولا أم طبعاً، مريحة راسها، بس نحنا ما منقدر نتطلع بعيون العالم، وشنا أسود قدامهم، لأنه عيلة محترمة. أنا طالع أمي. هلأ شاطرة عم تطلعي فيه بهالطريقة؟ لك وطيتي راسه للزلمي، ابني اللي رافع راسه مثل الجبل، وطيتي له ياه.
مين وشو ما حكى ما بيهمني، لأنه أبداً ما في شي بيوطينا راسنا. خلي المجرم عديم الأخلاق هو يلي يوطي راسه، خليه يعمل مؤتمرات صحفية ويكذب على العالم من الصبح للمساء. هل أتسهل الموضوع؟ الزلمة كسر العظامة لبنتي، وما اكتفى كسر لك كبرياء أو قلبها كمان. الأسبوع الماضي عملوها مجنونة ومريضة نفسياً، وهالأسبوع صارت غلطة وعلاقة ليوم واحد؟ مين بيصدق هالحكي؟ إيش وعلى كيفهم بيحكوا على بنتي وكأنه ما لحدا؟ بس مو كأنه صريح زيادة، يعني لما منتطلع عليه فعلاً منشوف قدامنا رجال ندمان على غلطته. يعني الأسماء المعروفة رح تطلع مرة تانية، رح يعدموه بدون محاكمة؟ ليش يعدموه بلا محاكمة؟ يعني نحنا أكيد ضد كل أنواع العنف، نحنا مو محكمة ولا طلعنا اليوم لنحكي عن القضية، عم نحكي عن حياته الخاصة وعن ندمه على غلطه. مو هيك؟ الزلمة كان عم يتأتأ، عم يتأتأ، شو بده يصير فيه أكتر من هيك يعني؟ خلصنا بقى، شو هالسخافة؟ شو هاد لهالدرجة سهل الواحد يضحك على العالم؟ الملاك لبس قميصه الأبيض أكيد رح يصدقوه. خلصت القصة، لا بيحكوا على العمليات اللي عملتها بنتي ولا بيجيبوا سيرة عظامها اللي تكسرت، بس عم بيحكوا عن الاعتراف في الذنب لهالواطي. بتعرفي شو أكتر شي بيوجع؟ إنه لهلا قدران يكسر قلب بنتي هالواطي. لا والعالم عم تصدقه. شو هالشال؟ ما شاء الله كتير متحسنة، الدكتورة كتير مبسوطة منا هالمرة، عن إذنكم. هذا شاله لهالحقير. أنا شلون هيك ما بشقه قدامه 100,000 شقفة؟ وكيف قدرت أسكت وكيف إجيت لهون بلا ما أحكي ولا حرف واحد؟ هي خبت الشال بقلب المخدة، أنا شفته، هو كان لابسه لما أجا، أنا متأكدة. على شو لسه ناوي؟ إلا عم تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، المأساة اللي عاشتها ممكن تاخد لثلاث نقط. الإصابات الجسدية طابت، بس نحنا ما منعرف شو في جواتها ولا بقلبها. ما في شي بالنسبة لإلا عم تشوفه مثل ما عم نشوفه نحنا. مع الأسف ممكن تعمل شغلات تخوفك وتفكري إنه هي عم تغلط، بس هي مانا بوعية. ألو؟ إيلا هي أنتِ؟ إيلا بعرف إنه هي أنتِ، اشتريت هذا الرقم بس مشانك أنتِ. فكرتك ما رح تشوفي شال ولا رح تتصلي فيني. طيب خلص لا تقولي شي، بس لو سمحتي اسمعيني شوي. بعرف إنك شفتي المؤتمر الصحفي اللي عملته، أنا آسف كنت مجبور أقول كل شي سمعتيه. ما كان عندي خيار تاني. بعرف منيح إنه رجعت قهرتك، بس أنا آسف.
تعرضت للضرب ونفدت من الموت بمعجزة، وقت فتحت عيونها لقت حالة بنص المحكمة، وهنيك شككوا بيلي مرقت فيه وحكموا على صراحتها وشخصيتها وأخلاقها، وتحول اسمها لهاشتاغ الكل حافظه. الناس بالأول شفقوا عليها، بعدين ما صدقوها، تهموها وهاجموها، وفجأة تحولت كل تفاصيل حياتها لنقاش بلد بين ناس ما بتعرفهم. هيك نوع من العنف صعب إنه يتحمله إنسان راشد وكبير وصاحب تجربة، وبنتك يلي عمرها بس 19 سنة عاشت كل هاد بنفس اللحظة. نحن ببداية طريق صعب وطويل بهار خانم، وصعب كتير على أي أم إن تشوف بنتها بهالحالة يلي بتحرق، بس بنتك بعد هالوقعة رح ترجع توقف على رجليها، وأنت ما بتقدري تدليها على الطريق، بكفي إنك تضلي ماشية جنبها.